معلش انا عارف ان انا لسه قايل لكم دلوقتي انا هعمل مباشر على يوتيوب، ولكن مع الاسف الشديد ده كان اول مره اعمله، وفوجئت ان انا لسه بيقولي ما عندكش الاهليه تقريبا، والله اعلم، عشان ما عنديش عدد مشتركين كتار هناك يعني. فبدل ما اغير رايي وتراجع قلت لا انا هاجي معاكم هنا واقول لكم بقى الحته دي عشان تعرفوا الظروف. يعني انا بقالي كتير ما اتكلمتش معاكم وما خرجناش مع بعض، وناس كتير سألت عليا، انا طبعا بشكرهم، وكل الناس قالت لي انت فين ما بتطلعش مباشر ليه؟ معلش كانت ظروف، وانا دلوقتي معاكم، فيلا ندردش شويه كده. ويعني انا ما روحتش مكان مختلف ولا حاجه، ولكن هي بس كنت عايز اقول لكم مساء الورود، زي الورود اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي. مساء الخير عليكم جميعا جميعا. زي ما بقولك انا ما كنتش قاصد ان انا اروح يعني مكان مختلف ولا حاجه، ولكن هو انا حسيت بس ان انا عايز اقولك مساء الورود من منطقه كلها ورود. وبالمره يعني الناس اللي ممكن تكون مهتمه بانها تتابع معايا الاماكن او تشوف الاماكن اللي انا بسميهم يعني عشاء الاماكن، مش عايز اقول الجولات السياحية، لان كلمة جولات سياحية دي انا معتبرها كلمة ضخمة شوية، يعني حاسس فيها بالرفاهية. ولكن عشاء الاماكن اكيد اللي هما بيحبوا يتفرجوا على الاماكن، انك انت تشوف مكان جديد ده بالقطع بالنسبة لك هتستفيد منه حاجة، او هتعرف منه حاجة، او هتتعلم منه حاجة، او على الاقل اكنك خرجت. يعني كنت عايز النهاردة اول رجوعي معاكم بعد الفترة دي ان انا يعني اكون على يوتيوب، علشان انا قررت خلاص ان انا احط كل الفيديوهات بتاعتي على يوتيوب، ولكن مع الاسف الشديد ما عنديش الامكانية دي دلوقتي. فلو انتوا حابين بقى تشتركوا في القناة علشان تزود عدد المتابعين، علشان نبقى نعمل المباشر من هناك، اعملوا كده، ده لو انتوا حابين. يعني عايز اقولك ان الشارع بصراحة، يعني الشارع المكان اللي انا فيه اللي انا حبيت ان انا ابعتلك منه بس سلام، يعني عاجبني جدا 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 شكل الزهور اللي هي يمين وشمال دي. يعني بجد شكل الزهور اللي هي يمين وشمال دي مدية انطباع ومدية روح واحساس جميل قوي للمكان. يعني يمكن دي حاجة كانت مناسبة قوي ان انا اقول لك يعني ايه فعلا مساء الورود. يعني هنا المكان اللي احنا جايين منه اهو دلوقتي، يعني بجد يستدعي ان انا اقول لك مساء الورود. وهو احنا ممكن نعمل كده في شوارعنا على فكرة، يعني احنا ممكن نعمل كده في شوارعنا. هي الحاجات دي هتكلف ايه؟ يعني الحاجات دي ان احنا نخلي شوارعنا يعني نظيفة بالشكل ده كده، هتتكنس يعني تتكنس ويبقى الناس عليهم التزام اخر ان هم ما يرموش، والحكومة تعمل لك اللي هي الدواليب اللطيفة دي كده علشان ترمي فيها المخلفات بتاعتك، يبقى الحكومة بتعمل ده وانت ما بترميش في الارض، فيبقى الشارع نظيف. وشوية الزهور اللي هي يمين وشمال دي كده بذمتك مش هتخلي الشارع اللي انت فيه اللي انت بتتجول فيه مش هتديله روح كويسة. يعني احنا دلوقتي واقفين تحت، انا واقف دلوقتي صدفة، انا واقف دلوقتي انا بتكلم معك، شايف الجو اللي انا واقف فيه ازاي؟ ده هيكلفنا ايه ان احنا نعمله في شوارعنا، غير ان هو هيخلينا نبقى يعني عندنا حب واقبال واشراق، ويعني ايه انك تقابل الحياة بشكل احسن. يعني مجرد وجهة نظر يعني. ومع الوقت يبقى عندنا محطة اتوبيس زي كده فيها السكيرمو ده بيقول لك كل تفاصيل الحياة. طيب ليه الحاجات دي ما نقدرش نعملها؟ يعني ما نقدرش نعملها في شوارعنا. او الاتوبيس جه اهو دلوقتي اللي انا كنت لسه بشاور لك دلوقتي على المحطة بتاعته، غالبا مش هيقف لان ما فيش حد واقف في المحطة.
غالبا لان محدش وقف في المحطه خالص، فهو وقف ما وقفش يعني. فالفكره كانت اللي انا عايز انقلها لك دلوقتي هي فكره الظهور. يعني انا هحاول دلوقتي اعمل ايه، احاول الاقي بس وقت يكون مفيش عربيات ولا حاجه في الطريق، وقف في نص الطريق بالظبط في السنتر كده علشان افهمك. يعني فاكرين ده اللي كنا قلنا عليه يا جماعه؟ فاكرين الحاجات دي اتعاملنا معاها قبل كده كتير، وانا قلت لك ان هي موجوده في كل حته في روما. يعني عايز اقف في نص الطريق بس علشان ادي لك رؤيتي انا للطريق ازاي، عشان ادي لك رؤيتي انا للطريق ازاي. الكذا حاجه اللي موجودين مع بعض دول دلوقتي في الطريق، نظافه الشارع نفسه، نظافه الشارع نفسه، و بتاع اللي هي بتاعه المخلفات، وشويه الزهور دي، ودي فراري عادي يعني، الناس اللي بتحب الفراري، ونظافه الطريق وشويه الزهور اللي موجودين دول. شايف انا جيت في النص، بس يعني هبقى سخيف قوي لو مشيت في النص. المهم هيكلفنا ايه؟ يعني ده هيكلفنا ايه لو احنا عملناه، لو احنا اهتمينا بالنظافه دي، نظافه الارض، واهتمينا باننا نحط الحاجات بتاعت المخلفات كده كتير، تبقى موجوده كتير في كل مكان، وخلينا شوارعنا يتزرع او يبقى مزروع بالشكل ده، هو ده هيكلفنا ايه؟ الحاجات دي تكلف ايه؟ الحاجات دي تكلف ايه؟ بس يبقى الشارع بتاعك كده مش افضل برضو؟ ولو انا وجهة نظري غلط يعني سامحوني. يعني شايف الفرق بين الاماكن بتاعت المخلفات اللي هنا والمكان اللي قبلها قد ايه؟ يعني شايف الفرق؟ الفرق حوالي 30-40 متر. يعني هنا كنا هنا دلوقتي و 30-40 متر كان موجود تاني. ما هو عشان الحاجات دي كتير، وعشان الحاجات دي كل واحد بيقوم بدوره كويس، فتلاقي الشارع كده. يعني تلاقي الشارع نظيف، تلاقي الشارع نظيف من تحت وتلاقيه لطيف من فوق. ما علينا بقى من البيوت، يعني احنا بنبصش دلوقتي على معمار. طبعا زي ما انتوا عارفين في اوروبا المعمار مش عالي قوي، بس مش هو ده القصة. القصة بتاعت النهاردة كلها كانت بتتلخص في ان انا عايز اقولك مساء الورد، بس عايز اقولك مساء الورد بشكل حقيقي. يعني انا كنت عايز اقول لك مساء الورد بشكل حقيقي، مش مجرد مساء الورد وخلاص، لا ورد بجد. انت بتتكلم مع واحد صاحبك تقول له مساء الفل، مساء الفل، مساء الورد، لان المكان كده. وطبعا في ايجابيه تانية موجوده حوالينا اللي هي العربيات راكنين في الاماكن المخصصه للباركينج بالظبط. ما فيش حاجه، حتى لو انت عايز تمشي على الرصيف دلوقتي، احنا هنطلع على الرصيف، احنا خدنا الاتجاه الجانبي خالص، انت كده ماشي على الرصيف. لطيف ان هو يبقى فيه ورود كده ولا مش لطيف؟ الحمد لله انا دلوقتي مناخيري احسن فيما يتعلق بالحساسيه بالنسبه للاصدقاء اللي هم متابعيني بشكل جيد، يعني فمش حاسس بخنقه. يعني حتى ده الشارع الجانبي، يعني شوف انت كده كنت في الشارع الرئيسي، انا كده كنت في الشارع الرئيسي. بجد يا جماعه مش منظر اخاذ. اتمنى اني ما اكونش بس يعني ايه، ما اكونش شايف الحاجات دي لوحدي. يعني انا اتمنى انكم انتوا كمان تكونوا قادرين تشوفوها وتشعروا بيها معايا. يعني وده تكمله الشارع اهو. برضو نفس السؤال بيطرح نفسه، هيكلفنا ايه؟ هيكلفنا ايه ان يبقى الشارع بتاعنا كده؟ وده شارع ده شارع متفرع، يعني الشارع ده كده شارع متفرع، ادي الشارع المتفرع، مفيش عربية قافلة الطريق ولا حاجة، مفيش عربية قافلة الطريق ولا حاجة. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله، بس يعني متمنيا طبعا ان كل الحاجات الايجابية دي تبقى موجودة في بلدنا اللي بنحبها جدا جدا جدا. نتعلم ما نرميش حاجة في الأرض، نتعلم الحكومة تقوم بدورها وتزرع لنا الحاجات دي كده وبس، ويبقى الشارع هادي بالشكل اللي انت شايفه ده كده. شايف؟ بص
طبعا الحاجات دي يا جماعة كل لون ليه حاجة بتتحط فيها، يعني دي الحاجات الأورجانيك ودي ممكن تكون كارتة، يعني كل لون من الألوان دي أهو زي ما أنت شايف، حتى الألوان هناك أهي، كل لون من الألوان دي بيقول حاجة معينة، كل لون بيقول حاجة معينة. فأنت شايف كمية إزاي أنا بهتم بصناديق النظافة هنا وكمان هنا جنبي وهنا، يعني تعالى كده في محيط، أقل من 100 متر، في محيط أقل من 100 متر، شوف قد كام نقطة لصناديق النظافة في محيط أقل من 100 متر. أولا بص هناك أهو، ده 1 2 3 4، ده في 50 متر، يعني مش ممكن يكون 100 متر. مش ده أحسن؟ ده كمان ده أنا ما خدتش بالي من دي، يعني كمان ما خدتش بالي من دي. لو أنت حسيت هتلاقي الأماكن المخصصة للمخلفات ممكن تلاقيها يعني بجد مبالغ فيها جدا. وبعدين احنا في روما، روما أقل نظافة من شمال إيطاليا، وإيطاليا نفسها أقل نظافة من دول تانية كتير في أوروبا. فأنت بتتكلم في اهتمام غير عادي بالنظافة. شايف أعتقد إن هو مش محتاجين كتير، احنا مش محتاجين كتير علشان تبقى شوارعنا مهذبة بالشكل ده. اللي احنا فيه ده اسمه يعني ايه؟ تهذب، يعني احنا في تهذب. الشارع مهذب، الاتوبيس مهذب، الناس راكنة بشكل مهذب، الشجر والزهور بشكل مهذب، حتى المساكن تحس انها بتضحك، يعني المساكن تحس انها بتضحك. الناس بتحترم كل حاجة في الارض، مفيش حاجة مرمية في الشارع. ده هيكلفنا قد ايه؟ برضو السؤال، يعني ده هيكلفنا قد ايه؟ اعتقد الشجر ده ملوش علاقة، احنا بلد زراعي اساسا، يعني احنا ممكن يكون عندنا كل الناس اللي هي في الاماكن الريفية اللي هي مش كبيرة تقدر تزرع، والناس اللي هي في المدن حتى بيكون اصولهم ريفيين، وممكن تكون في شركات تهتم بالموضوع ده، ممكن يبقى في تنسيق لطيف ان هو يخلي الشارع بالشكل ده. انتوا شايفين الشارع، يعني انا مش محتاج ان انا ارغي كتير لان هو واضح، يعني الشارع واضح. وبرضو السؤال يرجع ويقول هيكلفنا ايه لما نعمل شوية الخطوط والنظافة والحاجات دي؟ مش المرور هيبقى منظم كده، ومش هنسمع كلاكسات، ومش هنسمع استغاثات، ومش هنسمع قلة أدب، مش هنسمع حاجات كتير، صح؟ ولما الطريق يبقى نضيف كده، مش هي دي الحاجات اللي كانوا بيقولولنا عليها واحنا صغيرين، اللي هي لا تلقي القمامة في الأرض والقمامة غلط وعيب والكلام ده، مش هما كانوا بيقولوا كده؟ ولا هو شايف بسرعة جدا بتلاقي كتير ازاي؟ مش ولا هو كلام وخلاص؟ ولا هو مجرد كلام وخلاص؟ العربية ممكن تكون مش عايزة تمشي خالص، يعني العربية راكنة هنا فالعربية مش عايزة تمشي أساسا خالص، أصلا هتمشي ليه؟ قاعدة تحت الشجرة وتحت الورود وحواليها ورود في كل مكان، ودي شكل المباني، وإحنا كده ماشيين في الطريق. يعني هي دي أكبر غلطة ممكن تلاقيها، الغلطة دي، شايف فردة الكاوتش دي؟ هي دي أكتر غلطة ممكن تلاقيها. شايف برضو الصناديق بتاعة القمامة؟ بكرر ليكم بس لو سمحتوا، يعني لو في حد بيتابع الفيديوهات اللي بتتعلق بالاماكن بكررها اماكن، مش يعني شوف لما يقع حاجة على العربية من فوق تقع زهور، يعني لما تقع حاجة من الشجرة العربية لما تبقى راكنة كده اللي هيقع عليها ايه؟ زهور. مش هيقع عليها هنا في الوقت اللي انا فيه ده كده، يمكن الشمس رمية الاشعة بتاعتها شوية على المكان، فحتى شكل الزهور مع الشمس مختلف، يعني كل لحظة بتدي لك انطباع جديد، يعني كل لحظة بتدي لك انطباع جديد.
وبرضو السؤال اللي بيكرر نفسه، احنا هنخسر ايه؟ مش هنخسر حاجة على فكرة، احنا هنكسب، لان حياتنا هتبقى احسن، حياتنا هتبقى اهدى، شوارعنا هتبقى انظف، هتبقى اقل ضوضاء، اقل تلوث سمعي وبصري ونظري وكل انواع التلوث اللي موجودة في الكون. المهم كنت عايز اقول لكم ان انا باكد عليكم عشان انا عندي بس رغبه ان انا ابقى يعني اخلي فيديوهاتي كلها اللي هي بتتعلق بالاماكن اخليها تبقى من خلال اليوتيوب عشان تبقى يعني ايه مرجع، ومش هفضل عيد بقى فيها واعمل لها ريشير ولا الكلام ده. فانا عشان اعمل المباشر من اليوتيوب لازم يكون عندي عدد معين من المشتركين. انا معرفش هو قد ايه، بس انا بستنتج كده لان هو قال لي انت ما عندكش شروط الاهليه او مش الاهليه حاجه زي كده. فانا سايب لكم طبعا في البوست اللي قبل كده اللينك بتاع القناه للي حابب ان هو يشترك يعني. بس هو ده اللي كنت عايز اقوله بصراحه، كنت عايز اسلم عليكم وكنت عايز اقول لكم مساء الورود. كان نفسي يبقى سلام من على اليوتيوب، ولكن معلش ما حصلش نصيب بقى، لكن ان شاء الله هيحصل في يوم من الايام. وبس انا دلوقتي معاكم يعني، ممكن من دلوقتي كده هشوف اي كومنت لو في حد عايز يقول لي اي حاجه، عشان بالقطع حد قال لي حاجه بس انا كنت يعني بقوم بالهدف بتاع الفيديو اللي هو انا قمت بيه دلوقتي. بشكركم طبعا وبشكر الناس اللي سالت عليا كتير الحقيقة، أنا بشكركم جدا يعني. طارق بيقول الانتماء للمكان بيخليك تحافظ عليه بالطبع. يا طارق بالطبع، الانتماء هو كل حاجة، الانتماء هو كل حاجة. أتمنى إن يبقى الممارسات اللي بتبقى موجودة في أماكن أخرى على سطح الكرة الأرضية واللي بتفقدك الانتماء مش بتنميه، أتمنى أنها تختفي. زي ما قلت لك العربية ركنة بس واقع عليها الزهور. يعني الانتماء يا صديقي هو كل شيء. لما تشعر أن الأرض دي بتاعتك مش هترمي فيها حاجة، الشارع بتاعك هتصونه، الأوبيس بتاعك مش هتبوظه، اي مؤسسة او اي مصلحة تحس ان هي بتاعتك وانت مشارك فيها، فده كله هيخليك بتساعد الحكومة وبتساعد النظام في ان هو يحسن كل حاجة. يعني صبا بتقول عندك حق، كويس والله الحمد لله. انا اذا كان حد قال لي حاجه قبل كده انا اسف ان انا ما شفتهاش، عشان زي ما قلت لكم كنت مشغول في الكلمتين اللي كنت عايز اتكلم معاكم فيهم، ودلوقتي انا معاكم. شايف انت كده يعني، انا كده في واقف بحاول ادي لك نظره عميقه شويه، يعني بحاول اديك نظره عميقه شويه للطريق. ايه المانع انك انت تمشي في شارع يبقى عامل كده؟ ده ما هوش ثراء فاحش ولا حاجة يعني، ده يمين وشمال، لا هو غنى ولا هو ثراء فاحش ولا حاجة، ده مجرد نظام وتنظيم. المية عندنا وربنا يحرسها ان شاء الله مش هيحصل فيها اي مشاكل ولا حاجة، واحنا شعب زراعي اساسا، وان الله جميل يحب كل الجمال، يحب الجمال. بيلا روزا كل سنه وانت طيب، وانت طيبه يا روزا كل سنه وانت طيب. هل في مانع ان الشارع بتاعك يبقى كده؟ هيكلفك ايه؟ هيكلفك ايه؟ ولا حاجه. هيكلفك مش هيكلفك، هو هيبقى هيديلك كل حاجه ايجابيه. باربارا بارانجولو
بياتزا كارتي فانو ان كافيه بونو. اوكي va bene. Io sono venuto qua via Tagliamento e via Trieste perché, se ti ricordi, l'ultima volta quando siamo venuti qua a Roma, siamo passati qua in questa strada e poi io ho notato tutti questi colori di questi fiori destra sinistra. Ah, ma ti ho detto in questo momento che io verrò a fare un video di qua, perché è veramente bello, veramente bello. جزء من النظام بس احكي لك عليه حاجه يعني حاجه بسيطه قوي كده. بص انت هنا عندك يعني دي عربيه ركنه، العربيه اللي جنبي دي عربيه ركنه، وده دي بتاعت القمامه عادي. اوكي الباركنج الاصفر ده بيبقى باركنج ريزيرفاتو باللغة الإيطالية يعني محجوز. الفيربو ريزيرفاري يعني بيحجز لمين بقى؟ للناس اللي هي ذوي الظروف الخاصة اللي هي كده. فأنا هعدي الناحية التانية. وبرضو بص خلي بالك الباركنج الأصفر التاني ده اللي واقفة عنده الست دي، ده باركنج الأوتوبيس برضو. أوكي يعني أي حاجة بالأصفر فهي محجوزة. فهناك الناس دول واقفين مستنين الأوتوبيس على اللي هو الريزرفاتو الأصفر ده، وهنا نفس الكلام. فأنا لو عديت الناحية التانية دلوقتي هخليك تشوف إزاي أنت بتحترم النظام وبتحترم نفسك وبتحترم الآخر، وبتخلي كل واحد يعني بتخلي يبقى كل واحد مش زعلان من حياته ومش زعلان من البلد ومش زعلان من الناس. يعني ده الاوتوبيس بس جه هيمشي الناس. طبعا الاوتوبيس جه في المكان الاصفر اللي احنا قلنا عليه اللي هو ريزرفاتو بوس اهو بيلا روزا، لانها تثقيفيه ومهمه لكل الناس اللي بتحب السفر والحضارات. والله يا روزا مش بالضروره حتى تكون الناس اللي بتحب السفر، ولكن للناس اللي بتحب تتفرج على الاماكن. لاني انا قلت في الاول انا مش حابب اقول عشاق الجولات السياحية، لأن مش كل الناس عندها طاقة أو إمكانية إنها أو ظروف إنها تعمل جولات سياحية، ولكن كل الناس المفروض الطبيعي إن يبقى عندها رغبة في إن هي تشوف الأماكن وتتعرف على الأماكن وتتعرف على الدنيا من خلال أتمنى إن أنا أكون بعمل حاجة زي كده يعني. المهم ده اللي أنا كنت عايز أقولك عليه. هنا العربية البيضة دي عربية ركنة عادي، لأن ده باركنج عادي. باركنج أزرق ده بيدفع، لما يكون الخطوط بتاعت الباركنج زرقاء فده معناه ان هو باركنج بيدفع بالفلوس يعني. اوكي في بنت في مصر او في الوطن العربي تقدر تقف كده على الاي تي ام وهي لابسه اللبس ده ومش خايفه من حاجه ومش خايفه من حد ومش قلقانه من حد ولا حد بيتنمر عليها، بغض النظر عن ان هي عن ان لبسها مثلا خليع او غيره. احنا مش هنحكم عليه ان هو خليع، لان احنا عندنا ثقافه تانية وعندنا عادات تانية ما هماش عندهم. يعني هي خرجت من البيت كده قدام اهلها عادي، قدام ابوها اخوها عادي. ليه؟ لان هم حياتهم مختلفه عن حياتنا. ولكن اللي انا بقوله، هل انت كشخص تقدر تعمل او انتي كبنت تقدري تعملي حاجه زي اللي هي عملتها دي بحريه كده؟ انا شخصيا لما بقف على الاي تي ام في مصر مثلا ببقى خايف وببقى ماسك شنطتي في ايدي وببص ورايا، لان الحياه كلها صعبه، الحياه كلها فيها ستريس غير عادي. ما علينا، دي كانت بس حاجه كده يعني، حاجه بمجرد الشيء بالشيء يعني، بس بذكره. اللي انا كنت عايز اقوله دلوقتي هنا، انت هنا عندك صف عربيات ده راكن اهو زي ما انت شايف كده، وبعدين هنا في عربية كمان راكنة اهي زي ما قلنا، الخطوط الزرقاء دي خطوط بيدفع عليها فلوس. هنا كده في فراغ، الفراغ ده هو باركنج برضو، ولكن باركنج اصفر ما هوش ازرق ولا ابيض. فالباركنج الازرق ده معروف ان هو بيكون محجوز لذوي الظروف الخاصة، ما تلاقيش بقى حد فيه مش ذوي ظروف خاصة. تمام، ما تلاقيش حد دخل فيه ذوي ظروف خاصة، لان اي حد هيجي فيه بشكل خاطئ بيكون ليهم علامة كده في العربية بتتحط يعني زي كود كده، فأي حد هيشوفك راكن بالشكل ده هيتصل بالبوليس اللي هيجي في أقل من دقيقة
لانه موجود في كل مكان وهيتعامل معاك. فانك تلاقي العربيه دي كده والناس دي راكنه بالشكل ده كده والمكان ده فاضي كده والمكان بتاع القمامه برضو ريزرفاته اصفر كده وبعد كده كل حاجه العربيات الباقيه راكنه عادي بعد كده بالتنظيم ده. ايه هو التنظيم ده؟ انت كده زي ما تكون بالظبط بترسم لوحه، يعني انت كده حد ماسك ورقه وماسك الوان وعمال يخطط فيها كل حاجه، يعني خطط فيها البيوت بالشكل ده وخطط فيها الشجر بالشكل ده وخطط فيها اماكن النظافه بالشكل ده وخطط فيها الباركنج بالشكل ده. فانت حد ماسك ورقه بيرسم فيها كل حاجه. ما تيجوا نرسم في بلدنا كده، ما تيجوا نرسم في بلدنا كده. ليه احنا ما نرسمش في بلدنا كده؟ يلا بينا نرسم، يلا بينا نجمل، نجمل بشكل حقيقي، يعني احنا نجمل بشكل حقيقي مش نجمل جعجعة، يعني نجعجع بالكلام وخلاص ونقول حتى لو هو ما هوش حقيقي نقول بلدنا حلوة وبلدنا احسن بلد وبلدنا، يعني هو حب البلد ايوه ما هو في دمي زيك بالظبط وانا بحب بلدي ايوه وبلدي احسن بلد في الدنيا ايوه، بس لما تلاقي سلبية لازم تقف قدامها وتقول ايوه دي سلبية. لما تلاقي شكل ايجابي عايز تنقله لبلدك تقف وتقول ايوه انا عايز انقل الشكل ده لبلدي. لما تلاقي حاجة اقل من ما ينبغي ان تكون يبقى تقف وتقول بمنتهى الشجاعة وبمنتهى الحرية وتقف تقول بمنتهى الحب الحقيقي للبلد ايوه انا عايز اغير بلدي، ايوه انا عايز ابقى احسن. هو ايه المانع؟ هو ايه المانع؟ هل عندك مانع انك انت يبقى عندك حب حقيقي للبلد يخليك بجد عايز تخلي بلدك احسن؟ عندك؟ مفيش اي مانع، بالعكس كل الحاجات دي تبقى ايجابية جدا جدا. يعني مش عارف اقول لكم ايه تاني، اتمنى انها تكون رسالة خفيفة وبسيطة ووصلت وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. المرة دي هقول لكم فيس تو فيس بقى كده، هقول لكم ياريت كل الناس اللي بيتابعوا الفيديوهات بتاعتي، كل الناس اللي انا بسميهم عشاق الاماكن مش عشاق الجولات السياحية، اننا مش كلنا بنقوم بجولات سياحية ولكن كلنا نقدر نشوف الاماكن، يعني كل الناس المهتمين ياريت يشتركوا في القناة علشان بعد كده تدوني حتى الامكانية ان انا اقدر اعمل مباشر بعد كده من خلال القناة. اشوفكم بقى فيديو جديد.